السلام عليكم ورحمة الله وتسبيح على شو تيفي. احنا كتوزو الان في شاطئ لاسيستا بمدينة المحمدية هنا بهاد الساعة الحرب. واحد الستة ديال واحد المرأة هي والطفل ديالها. وبالامس في المنصورية خرجت تاني واحد ستة اخرى خرجات. اليوم دابا الان وصلوا السلطة العلمية لجنة الوقاية المدنية بعين المكان في انتظار سيارة نقل الاموات. السيارة اللي خاصة اللي كتنقل بحال هادي كادافر جثث الى مستودع الاموات بمدينة الدار البيضاء بالرحمة. كتشوفوا معايا ان حنا بعاد على مسرح الجريمة. السيارة كتواجه المكان. الناس ديال السلطة العلمية كيقوموا بالعمل ديالهم باش ياخذوا عينات تاو ياخذوا صور. كتشوفوا معايا متبقى شفتوا في هذا المكان. هذا المكان اللي كله صخر. راه بعض الاراء كتقول لنا محتمل يكونوا هذو من اصحاب الهجرة السرية. محتمل ولكن الله اعلم. لحد الساعة باقي ما الخبر اليقين باقي ما معروفش. نتسناو حتى ينقلوهم مركز التصريح. اللهم امين. قول يا حمزه انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. كتشوفو هنا السفر الأمني إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. تشوفوا معايا متبقى على شو تيفي. اللهم اغفر لهم. الأسباب لحد الساعة الأرقام معروفاش. لا كنشوفو كيتوزو السلطة العلمية الناس ديال الوقاية المدنية. أنا أحب أن أكون في المكان الذي أعيش فيه.